كيف شاف الجميع المقابله ما كانتش سهله صراحه امام واحد الخصم عنيد وسيرتو في هاد لي ماتش هادو ديال ليكو ما كيكونوش ساهلين توالك كنا عارفين قبل ما نلعبوا معاه اننا ما غاديش نلقاو لي سوليسيون بزاف في الملعب فحنا كنا موجودين 100% اننا نديو هاد المقابله وهاد المقابله ما فيهاش 3 بوان فيها كاليفيكاسيون فكنشكر جميع اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها طول في المباراه كتبنا شو حتى لدي بينالتي ضربات الحظ التألق بعيد نشكره بزاف واللاعبين ضربوا كاملين مزيان الحمد لله فنساو هاد المقابلة حنا كنمشيو بمقابلة بمقابلة إن شاء الله الجيش الملكي غيقول الكلمة ديال الموسم إن شاء الله بالنسبة لي أنا فكنظن الفيكتيف هذا اللي عندها تبارك الله بالدراري فتقدر تهز تغمض عينك تهز وتحط يعني الدراري كاينين لي شونجمون بزاف عندنا اللهم بارك دو زيكيب واختيارات كيبقاو ديال المدرب واللي دخل فينا حنا صراحه واحد العائله كبيره اللي كيدخل كيقدي اللي جالس كيشجع صاحبو وغنبقاو غادي نفاد لو ريسبي هذا ان شاء الله حتى لاخر الموسم شوف المباراه عرفنا ما غتكونش سهله الفريق هو الفريق اللي محترم ديال القوه وحنا يلا يلا ماشي يلا يومين باش كنا في ماتشر الحمد لله مجموعه نشكر جميع اللاعبين الحمد لله نتمنى المباراة تعطينا دروس زعما نتعلمو منها في المستقبل والحمد لله على التأهل نتمنى نشوف مصر مزيان والان كل التركيز على المباراه المقبله من كاس الكونفدراليه وكنشكر الجميع جميع العسكريه واللاعبين عرفنا كما كنقولوا منتخب نرجع منتخب وطني عطانا دروس في كاس العالم تكون هي نادي الجماهير هي ديال المجموعه كي الحمد لله وحنا كما كنقولوا كنتقدموا انتقادات تقبلوا اللاعب اللي ما كانش ينتقد راسه براسه بعد هو الاول راه ما غاديش تطور راسك الحمد لله شكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي